بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون في كل زمان ومكان من أهل السنة والجماعة، لهم من الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يوجب حبهم وتوليهم. إثبات كرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة، دل على ذلك الكتاب ودلت عليه السنة. فدل الكتاب في قصة أهل الكهف، وقد ذكر الله أنهم فتية آمنوا بربهم وأنامهم الله 300 سنين وازدادوا 9، ولم يثبت أنهم أنبياء. وعند جمهور العلماء أن مريم ليست بنبية، وقد جرى لها من خوارق العادات ما ذكر الله عز وجل، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إثبات أنواع الكرامات في السنة كثير جدا في من سبق من قبلنا، كقصة جريج ونطق الصبي، وكذلك الذي تكلم في المهد ليثبت براءة الجارية التي يضربها الناس في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد. فهذا فيه إثبات أنواع الكرامات. وأنواع الكرامات المتعلقة كما ذكرنا أنواع الكرامات نوعان: نوع متعلق بأنواع القدرة والتأثير، ونوع متعلق بأنواع الكشف، أنواع العلوم والمكاشفات. فهناك أمور يعلمها الله عز وجل للولي يكشف له عنها، وقد لا يعلمها ولا يستطيع أن يراها أو يسمعها غيره، فهذا في أنواع العلوم والمكاشفات. وأما أنواع القدرة والتأثير فهو أن ييسر الله عز وجل له ما لا يقدر عليه غيره، كالسير على الماء مثلا، كما ثبت في غزوات الصحابة رضي الله عنهم أنهم ساروا على الماء على البحر ولم يبتل إلا أسف نعالهم، خاضوا على خيولهم البحر في طلب عدوهم. وثبت الكثير في ذلك من مثل نبت الطعام في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحفة التي كان يأكل منها الأضياف الذين ضافهم رضي الله تعالى عنه، فكانوا لا يأكلون لقمة إلا نبتت تحتها مكانها غيرها حتى صارت البرمة أكثر مما كانت قبل أن يأكلوا. وقد عقد الإمام النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين فصلا كاملا في أنواع من الكرامات الثابتة لأولياء الله الصالحين في النوعين المذكورين. وكما ذكرنا الكشف والإلهام من هذه الأنواع، أن يكشف للإنسان عن أمر غيبي، كما ألقى كان عمر رضي الله تعالى عنه ملهما محدثا فقال وافقت ربي في 3، فكان يقول القول فينزل الوحي بموافقته، ولا يقول الشيء إني لأراه كذلك إلا كان كذلك. فهذا من جنسه ما وقع لعمر رضي الله عنه في الحديث الحسن، أنه وقع في قلبي أن سارية الصحابي الذي كان قد أمره على إحدى الغزوات إحدى الفتوحات، كان لو اعتصم بالجبل ولجأ إلى الجبل لنجا من العدو وانتصر عليهم، فناداه وهو على المنبر في المدينة يا سارية الجبل الجبل. فأولا وقع في قلبه ذلك، فهذا من أنواع العلوم والمكاشفات. ثم أوصل الله صوته إلى سارية حتى سمع سارية صوت عمر وهو يقول الجبل الجبل، فلزموا الجبل فنجوا. فهذا في أنواع القدرة والتأثير، يقدر على ما لا يقدر عليه غيره. والدليل عليه قول الله عز وجل في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها
ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. نقول الكشف كذلك عن أمر غيبي، الكشف والإلهام يعني بينهما عموم وخصوص، بمعنى أن الكشف قد يقع بفراسة، أو يقع بنوع ظن معين يقع كما أخبر، والإلهام يقع في قلب المحدث، يلقيه الله عز وجل عن طريق الملك يحدثه بشيء ما، وقد يسمع الإنسان الملائكة وقد يراهم، كما ثبت أن أسيد بن حضير رضي الله عنه رأى الملائكة التي نزلت تستمع قراءته، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنها الملائكة نزلت تستمع الذكر، ولو ظللت على القراءة لا ظهرت للناس، لا تستتر منهم. وقد رأى الصحابة رضي الله عنهم جبريل في سورة الأعرابي الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا صوته، سمعوا كلامه، وكان وعمران بن حسين رضي الله عنه قال أنه كان يحدث، فلما اكتوى، لما أصيب بالبواسير ترك التحديث، فلما ترك الكي عاد يحدث مرة أخرى، وكانوا يسمعون تسبيح الحصى. وكل هذه الكرامات هي في الحقيقة معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكرامات لهؤلاء الأولياء رضي الله تعالى عنهم. وعاصم رضي الله تعالى عنه لما قتل ودعا الله عز وجل أن يحمي جسده آخر النهار كما حمى دينه أولا، فأرسل الله الدبر حتى أعجزت الكفار فتركوه إلى الليل، فجاء السيل فاحتمله فلم يقدروا عليه. وهذا في إثبات الكرامة في مثل ذلك بعد الموت. فنقول أعلى الكرامات أن يلهم الإنسان رشده، وأن يكشف له عن الحق، فهذا أعلى ما يختص به عبد من كرامة، أن يوفق لطاعة الله عز وجل، أن يلهم الرشد. وهذا الإلهام هو الذي شرع النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأله الإنسان، قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، ولم يسأل إلهاما خاصا بغيب يكشف. وكذلك الكشف، الكشف المستحب الفاضل الذي هو أعظم الكرامات، أن يكشف للإنسان عن طريق الحق، يكشف له ما هو الحق عند اختلاف الناس. ولو لم يكشف له عما في بطن هذه المرأة، وعما قد يقع في غد أو نحو ذلك، ليس هذا هو الكشف الفاضل. الكشف الفاضل الذي يسعى إليه المؤمن أن يكشف له عن طريق الحق. ولذا تميز أئمة العلم من أهل الفقه ومن أهل الحديث والتفسير، من أهل السنة والجماعة، بأنواع الكشف في باب العلم، فصارت عامة مسائلهم بفضل الله على الحق، ولم يختلفوا إلا في أنواع من الفروع. وأما المسائل الكبرى من الدين فقد حفظها الله باتفاقهم عليها، وكشف الحق لهم فيها، وكشف الحق لهم فيها. وكذا ألهموا صحة الأحاديث، لذلك قالوا أن علم العلل إلهام، توفيق من الله عز وجل. فمعرفة الإنسان بهذه الأمور أنفع له بكثير من إلهام خاص أو كشف خاص في أمر غيبي. والناس في هذه الكرامات طرفان ووسط، فمنهم من يغالي في إثبات الكرامات حتى يجعلها كمعجزات الأنبياء تماما، ويجعلها قبل الموت وبعده على بجميع الأنواع، فيعطي للأولياء من صفات الألوهية والربوبية بزعم الولاية ما يقع به في الشرك والعياذ بالله. فهم يعتقدون أن من كراماتهم أن يصرف الله، أن يجعلهم الله يصرفون الكون ويدبرون الأمر، كأن الرب سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا يحتاج إلى من يعينه في تدبير الكون، أو أنه قد ترك الأمر للأولياء يدبرونه، وهو عز وجل قد أخبر سبحانه وبحمده في كتابه أنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فلا يسع أحدا أن يدعي صفات الربوبية
للأولياء بزعم أنها كرامات، وإنما كما ذكرنا لهم أنواع من القدرة والتأثير، ولهم أنواع من الكشف والإلهام، لكن لا يعني أنهم أرباب وآلهة تصرف لهم العبادات ويدعى لهم أنواع القدرة الخارقة والسمع المحيط والبصر المحيط والسلطان على كل ذرات الكون. كل هذا من الضلال المبين، بل من الشرك في الربوبية والعياذ بالله من ذلك، وكذا الشرك في الأسماء والصفات. نقول الطرف الآخر لما رأى غلو هؤلاء في الكرامات شرع في نفي الكرامات بالكلية، وجعل إثبات هذه الكرامات في أمور الغيب وفي أمور الخوارق العادة، خوارق العادات من جهة في التأثير، أمرا منكرا لا يقول به إلا أهل البدع، وهذا باطل. فإن أهل السنة يثبتون كرامات الأولياء كما ذكرنا بالنوعين، أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، لكن لا يغالون في الأولياء ولا ينكرون ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا يصرفون شيئا من العبادات لأحد من الأولياء، لا يعتقدون فيهم إلهية ولا ربوبية ولا مشابهة الرب عز وجل ومماثلته في الأسماء والصفات. فبدعة إنكار الكرامات من بدع المعتزلة قديما، وتأثر بها بعض أصحاب التجديد في يعني من المعاصرين، وكان لهم جهد مشكور في الرد على أهل البدع من جهة الغلو في الصالحين، لكن كان هناك أخطاء خطيرة في إنكار الكرامات بالكلية حتى شابه المعتزلة في ذلك. لذلك نقول الوسط في ذلك ومذهب أهل السنة، مع أنهم في إثباتهم بأنواع الإلهام والكشف والقدرة لا يجعلون الكشف والإلهام مصدرا من مصادر التشريع، لأنهم يعلمون أن الإلهام قد يكون رحمانيا أو قد يكون شيطانيا، وأن النفس الأمارة بالسوء قد تدخل في ذلك فتوهم الإنسان. ومن هنا كان الكشف والإلهام لابد أن يعرض على الكتاب والسنة ولا يستدل به على حكم. ولا كان عمر رضي الله عنه هو سيد الملهمين يقول أنا الملهم فاتبعوا كلامي، بل يعرض كلامه على ما عرف من الأدلة، وربما رجع علنا أمام الناس إذا تبين له خطأه حين يستدل عليه بالكتاب أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول الفرق بين أهل السنة وبين الصوفية الغلاة في باب الكشف والإلهام أنهم يجعلون الكشف والإلهام وحيا يقع نبأ يقع وحيا قاطعا لا يحتمل تردد عندهم، يلزمون بذلك الغيب، ولذلك توهموا من أنواع الباطل أنواعا كثيرة، توهموا لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وتوهم بعضهم رؤية الله عز وجل أيضا في اليقظة أو في المنام، فإن ذلك لا يصح لغير النبي عليه الصلاة والسلام رؤية حقيقية، وإن كان يؤول ما من رأى الله في المنام على أشياء أخرى لا أنه رآه حقيقة قبل أن يموت، لن تروا ربكم حتى تموتوا. الغرض المقصود أنه لا يترتب على الكشف والإلهام أحكام شرعية، إنما يستأنس بها ولا يستدل بها، لابد في الاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومصادر الاستدلال الأخرى. الكشف والإلهام مما يستأنس به كالرؤية الصالحة ترى للمؤمن أو يراها المؤمن أو ترى له، فهذا من أنواع الكرامات الثابتة. وأما في باب القدرة والتأثير فلا يجوز أن يطلب من المسلم من الولي ما لا يقدر عليه إلا الله، لكن يمكن أن يسأل الدعاء ولو بأمر خارق، لكن ليس على سبيل الجزم بقدرته على تحصيله، بل على سبيل الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، كالذي ذكر الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فقام فدعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي يعلمه فأجابه الله سبحانه وتعالى. فما كان من طلب الدعاء ولو كان في أمر خارق للعادة فهو لا ينافي ما ذكرنا
وإنما هو من ضمن الكرامات المشروع. الباطل في ذلك أن يعتقد أن الولي يدبر الأمر وأنه قادر متى شاء في أي مكان شاء على إجابة المطلوب وقضاء الحاجة وكشف الكربة، فيدخل في إثبات الربوبية لذلك، إثبات الربوبية لهذا الولي. لذلك نقول ومن اعتقد في أحد منهم في الأولياء أو غيرهم الإلهية، إن البعض غيرهم دي، لأن البعض صار يعتقد في الكفرة والزنادقة والملحدين صاروا يعتقدون فيهم هذه الكرامات، فتسمع كرامات لجرجس وكرامات لأبو حصيرة وكرامات لأناس من أهل الشرك والبدع وأناس من أهل المعاصي والفجور، فيعتقد أن ما كان لهم من هذه الكرامات فهو علامة على ولايتهم وإن لم يكونوا مسلمين. كل هذا من الزندقة والنفاق. من اعتقد في كما ذكرنا أحد منهم أو في غيرهم الإلهية، مثل ما يعتقد النصارى في مريم أو يعتقدون في المسيح، كما يعتقد الدروز مثلا في الحاكم بغير الحاكم بأمر الله وهو حاكم بغير أمر الله، فهذا اعتقد فيه الإلهية بناء على إثبات الكرامات ووجود الخوارق للعادات، فاعتقد فيه الإلهية فكان شركا والعياذ بالله. لذلك نقول مثل اعتقاد النصيرية العلويين في علي والدروز في الحاكم بأمر الله، علي من أولياء الله الصالحين بلا نزاع، لكن اعتقاد الإلهية فيه من الشرك الأكبر. الحاكم بأمر الله رجل مجرم عاتي في الإجرام من الحكام الظلمة، والدروز يعتقدون ألوهيته وكل ذلك من الكفر. وكذا اعتقاد الباطنية في إمامهم، يعتقدون أن الإمام إله، تحل الإلهية في إمام الوقت دون تحديد من هو بعينه، بل كل إمام في زمنه فهو إمام يعني كل من كان إماما في الوقت فهو إله هذا الزمن، تحل فيه الإلهية. كل من كان إمام الوقت فهو تحل فيه الإلهية. الإسماعيلية يعتقدون ذلك في إمامهم، كما قال شاعرهم للمعز لدين الله: اسما لا حقيقة، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا والعياذ بالله من الكفر. ولا يزال هؤلاء موجودون في طوائف البهرة والإسماعيلية وغيرهم. هؤلاء كفار نوعا وعينا. وكذا من اعتقد في أحد منهم النبوة، كاعتقاد غلاة البهائية. هي طبعا دي خطأ، ما فيش غلاة في البهائية ومش غلاة، كاعتقاد غلاة الرافضة والبهائية. غلاة الرافضة الذين يقولون خطأ الوحي أو خيانته، غلاة الرافضة والبهائية والقديانية. غلاة الرافضة منهم من يقول بأنه خان الأمين، أن الوحي خان الأمانة ونزل على محمد بدلا من علي، ومنهم من يقول أخطأ وكلاهما كافر بلا نزاع بين أهل السنة والجماعة. أما البهائية فكما ذكرنا ليس فيهم غلاء ولا غير غلاء، كلهم كفرة بإجماع المسلمين، حتى الرافضة يكفرونهم، لأنهم يعتقدون أولا نبوة الباب ثم نسخه بنبوة البهاء، ثم صار أمرهم إلى تأليه البهاء هذا وأنه مظهر بهاء الرب تعالى الله عن قريب علوا كبير. فهؤلاء من الكفار الزنادقة الذين يعني أنتجهم الاستخراب الإنجليزي، الاحتلال الإنجليزي لبلاد المسلمين. وكذا الطائفة الأحمدية المعروفة بالقديانية هي من أكفر الطائف، يزعمون أن إمامهم هذا هو المسيح المنتظر، المهدي المنتظر والمسيح الموعود، وهو نبي يأتيه الوحي، وكل هذا من الكفر. يقولون محمد خاتم النبيين، يقولون أنه غلام رسول وليس بنبي، هذا من الكفر الذي لا خفاء فيه الناقل عن الملة بإجماع العلماء، لأن الله عز وجل قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين معناه آخر النبيين، وإذا كان خاتم النبيين فهو خاتم الرسل، لأنه إذا انقطع الوحي فلا يمكن رسالة بدون وحي. لذلك ليس لهم حجة في تحريف الآية، مع أن المعلوم من الدين بالضرورة
بلا نزاع بين العلماء أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. من اعتقد النبوة في أحد بعد غير عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفرا ناقلا على الملة. وكذلك من اعتقد أن الأولياء أفضل من الأنبياء، يعني مش بيقول ده هو نبي، ده أفضل من النبي، وإن كانت هذه تحتاج إلى إقامة الحجة ليست كالتي قبلها. والبعض قد يظن فضل بعض الأولياء على بعض الأنبياء اعتقادا باطلا، لكنه لا شك أنه إذا أصر بعد إقامة الحجة كفر، ولكن لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. فطوائف الرافض يعتقدون، المعاصرون منهم يعتقدون أن الأئمة أفضل من الأنبياء في بعض الأشياء، والعياذ بالله. يفضلون عليا على عيسى وموسى، والعياذ بالله، وهذا من الكفر لا شك في ذلك، خصوصا في موسى وعيسى. في بعض من كان ينتسب إلى السنة قديما يفضل المهدي على بعض الأنبياء دون تحديد، لكن هذا زل من الزلات وقول باطل لا شك في بطلانه، مع ضعف الأسانيد إلى المنسوب إليه ذلك من بعض التابعين. لكن لا نشك أن نبيا واحدا أفضل من جميع الأولياء بلا نزاع بينهم. لذلك نقول من اعتقد أنهم أفضل، أن الأولياء أفضل من الأنبياء، كذا أفضل رافض، أو اعتقد تحريف القرآن أو خطأ الوحي، فهو كافر بلا خلاف عند أهل السنة. ولا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الشيعة المفضلة الزيدية الذين يفضلون عليا على عثمان رضي الله عنهما. هذا المقصود به فيما يتعلق بأمر الصحابة والإمامة، لا يكفرونهم في هذا الباب، لأنهم يثنون على أبي بكر وعمر ولا يطعنون فيهما. ولكن للشيعة المفضلة الزيدية مذاهب أخرى توافق مذاهب المعتزلة في الأسماء والصفات والقضاء والقدر، قد يدخل بعضها أنواع من الكفر، كفر النوع دون كفر العين، والله أعلم. لما كانت قضية الإمامة والخلافة متعلقة بهذا الباب، ذكرنا فصلا في وجوب إقامة الخلافة على المسلمين، أن هذا أمر واجب شرعي. إقامة الخلافة التي بها تجتمع كلمة المسلمين فرض واجب على المسلمين، وعودتها على منهاج النبوة مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على المسلمين السعي لإقامة الخلافة بالوسائل المشروعة المستطاعة. لا نزاع بين أهل السنة والجماعة في وجوب ذلك، في وجوب إقامة خلافة يجتمع فيها المسلمون جميعا على إمرة رجل واحد، ولا يسع المسلمين التفرق في دول ودويلات متعددة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال: إذا جاءكم من يريد أن يفرق جماعتكم، وإذا جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. مع أنه لم يرتكب الزنا بعد إحصان، ولا النفس، ولا قتل نفسا، ولا ارتد، ومع ذلك يدفع شره في التفرق بين الأمة بالقتل إن لم يندفع إلا بذلك. وأمر الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لمن والله الله أمر المسلمين ليقيم لهم الدين ويسوس دنياهم بدينهم. هذا هو الواجب، هذه الأوامر مع الأوامر العامة في كتاب الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إلى أولي الأمر منهم، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر الله عز وجل بالحقوق والحدود، وخاطب بها المؤمنين خطابا مطلقا، فقال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله،
قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الأوامر كلها خوطب بها المسلمون خطابا مطلقا، ومعلوم أنه لا يتم ذلك إلا بقدرة، والقدرة هي السلطان. فلذلك وجب على السلطان ونوابه إقامة هذه الواجبات، لهذا فوضت إليهم، ليس لأجل أن لهم أن يفعلوها أو يتركوها أو أن من حقهم أن يعطلوها، ولكن لأجل أنهم أصحاب القدرة. فهذه الخطابات المطلقة دليل على وجوب إقامة الخلافة والإمامة، وأنه يلزم الأمة أن تقيم خليفة واحد لها في مشارقها أو مغاربها، ليقيم الحقوق والحدود ويقيم الشرع، يقيم الإسلام والإيمان والإحسان في الناس. معنى يقيم الدين، إقامة الدين المقصود به أن يقيم الإسلام بأن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقاتل الكفار قتال الدفع وقتال الطلب حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، ويدفع عن حوزة المسلمين، وكذلك يقيم في الناس الصلاة بإقامة الجمع والجماعات، ويأمرهم بذلك ويمنعهم من تركها، ويعاقب من تركها بأنواع العقوبات، على اختلاف العلماء في قدر هذه العقوبات، القتل أم الحبس أم الضرب، وكذلك يمنعهم من الإفطار في رمضان، وكذلك يجمع الزكاة ويفرقها في وجوهها من الأموال الظاهرة، ويحثهم على زكاة الأموال الباطنة، ويوزع ما يأتيه منها في مصاريفها المعروفة، ويقيم للناس الحج، هذا إقامة الإسلام. وكذلك يقيم في الناس الإيمان، فيدعوهم إلى الإيمان بالله واليوم والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من البدع ويمنع أهل البدع والضلالات. هذه وظائف الإمام في الإسلام، أن يقيم الإيمان وأن يمنع ما يخالف الإيمان من الكفر ومن البدع ومن الضلالات، كما يمنع ما يخالف الإسلام من الفسوق والعصيان. كذلك من إقامة الإسلام إقامة الحلال والحرام وإقامة الواجبات على الأمة ككل في الحدود والحقوق، لأن هذا كله من الإسلام ومن الإيمان كذلك، لأنه لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذلك من الواجبات إقامة الإحسان، بمعنى أن يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق وواجباتها، ويدعوهم إلى أن يؤدوا العبادات الباطنة لله، ينشئ ناشئة المسلمين على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويربى الناس على الخوف من الله وعلى الإخلاص لوجهه، يدعى الناس إلى ذلك ويبين لهم ذلك، ويحثون عليه ويمنعون من مظاهر الفساد والفجور والفسق والعصيان، ويمنعون من الأخلاق الفاسدة، ويعاقب من أظهر ذلك. فكل هذا في إقامة الدين. أما سياسة الدنيا بالدين فهي إقامة واجبات الكفاية التي هي فرض على الأمة، كما ذكرنا بالخطابات المطلقة من الحسبة والجهاد والحكم بشرع الله عز وجل في فصل الخصومات بين الناس، القضاء والتعلم والتعليم، حتى يوجد في المسلمين من يعلمهم ويفتيهم في جميع أمور دينهم في العقيدة والعبادة والعمل وغير ذلك. وكذلك في إقامة الصنائع والمهن التي يحتاجها المسلمون، وإقامة الجهاد وأنواع الواجبات الكفائية المختلفة من غسل الموتى وتكفينهم وإقامة الصلاة عليهم وسائر واجبات الكفاية التي هي وظائف الأمة الإسلامية، لا بد أن يقوم بها الإمام ويعين من يقوم بها، ويسوس دنيا الناس بدينهم، إقامة نظم الحياة الإسلامية في المجتمع، وحث الناس على إقامتها في كل مكان يوجدون فيه، وجهاد الكفار حتى يدخلوا في دولة الإسلام وسلطان الإسلام، كما أنه يدفع عمن أراد المسلمين بالسوء من الكفار جهاد الدفع. هذه وظائف الخليفة والإمام، وإقامة هذا واجب على المسلمين. فإذا قصروا في ذلك
وعجز غيرهم، عجز قصر بعضهم في ذلك وهم أهل القدرة والسلطان، وعجز بعضهم، فالواجب عليهم أن يقيموا من ذلك ما يقدرون عليه، ولا يسعهم أن يتركوا الأخذ بالأسباب الموصلة إلى إقامة الخلافة. نقول هذا لأن هذه المسألة صارت في كثير من الناس اليوم مسألة يقولونها في ذمة التاريخ، يعنون لم يعد المطالبة بها واجبا. نحن لا يمكن أن نقول ذلك ولا نقبله. ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون في زمن دون زمن، أعني ما أمره الله به مطلقا لا يمكن أن يكون مشروعا للصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم، ثم نقول نحن هذا في ذمة التاريخ، نعوذ بالله. كما قالوا ذلك عن الجزية، وقالوا عن جهاد الطلب وغير ذلك، قالوا عن الخلافة نفس الأمر وهو من أبطل الباطل. نحن نعتقد وجوب إقامة الخلافة ووجوب السعي إلى ذلك، لأن الإنسان إن المسلمين إذا عجزوا عن أمر وجبه الله عليهم، وجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب. إذا عجزوا عن قتال عدوهم مثلا، وجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب التي تقويهم، وأول ذلك وسائل الإيمان وإصلاح النفوس وتقوية العزائم. فإن هذه الأمور إذا لم يتم قتال العدو، تربيتهم على الدين. بعض الناس يقول الأمة غير مهيئة لملاقاة العدو، وفي نفس الوقت تدفع دفعا إلى العكس، وإلى أن تهون أمام العدو وأن تذل أمام الأعداء. ومن سعى في ذلك عوتب ولامه الناس وعدوه متهورا. لا، ليس الأمر كذلك. إعداد العدة للملاقاة العدو إن لم يقم به أهل القدرة والسلطان، قام به كل من قدر عليه من المسلمين على قدر إمكانه، يفعل ما وجب عليه من ذلك، ويسعى المسلمون في إقامة الخلافة ولا يؤخرون ذلك إذا قدروا عليه، ولو في بقعة واحدة من بقاع الأرض، إلى أن يأذن الله بعودتها للمسلمين كلهم في جميع بقاع الأرض. ونقول قد وعد النبي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بعودتها على منهج النبوة، قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فهناك خلافة عائدة حتما ويقينا بوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رغم المحن والفتن المتكاثرة، لكن تكون خلافة على منهاج النبوة إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر لا يعني أننا ننتظر نزولها دون عمل، كما يقول البعض هذا وعد من الله، ليس علينا إلا أن ننتظر. نقول بل علينا أن نسعى إليه، لأنه إنما يتم من خلال عمل المسلمين، ولا بد أن يسعوا إلى إقامة هذا الواجب، وليس فقط أنه موعود به ينتظرون كقيام الساعة مثلا. ليس علينا أن نسعى في إقامتها، هي سوف تقوم، ولا أن نقول في الأشراط الكبرى أن المهدي مثلا ننتظره. فرق بيننا وبين الرافضة أنهم ينتظرون المهدي، نحن ليس عندنا انتظار له، ويجب علينا أن نقيم الدين ويظهر المهدي بعد ذلك. نزول عيسى بن مريم ليس إلينا، نحن ليس علينا أن ننزل عيسى بن مريم أو نسعى إلى إنزاله، لكن الخلافة متعلقة بنا، يجب أن نقيم الخلافة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. وليس كما يظن البعض أن أي سلطة من السلطات أو أن أي تسلط من البعض يكون بمنزلة الخلافة، لا بد من في التغلب أن يكون مقيما للدين. ليس كل من تغلب على بلد من بلاد المسلمين بمنزلة الخليفة والإمام، وإنما يكون كذلك إذا كان محققا للواجبات الشرعية التي فرض الله من أجلها الإمامة، وهي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. أما من كان مضيعا للدين، مهملا له، بل على العكس صادا عن سبيل الله، وكان قائدا للدنيا، يقود الناس في دنياهم بخلاف شرع ربهم، فلا يمكن أن يقال هو إمام. الإمام وإن كان متغلبا والمسلمون تحته مقهورون، لكن لا يعني ذلك أنه قد أسقط فريضة إقامة الخلافة
وإقامة الإمامة الواجبة وإقامة الحقوق والحدود والدعوة إلى الله وإقامة الإسلام والإيمان والإحسان والإحسان التي أوجبها الله على المسلمين ككل. لذلك هذا فرق مهم. من يعطي صفة الإمامة والخلافة والولاية لمن لا يقيم الدين ولا يسوس دنيا الناس بدينهم قد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة وإن زعم أنه منهم. لذلك اتفقت كلمة أهل العلم مثلا على أن الرافضة على أن الدولة العبيدية التي كان ظاهرها الرفض وكان باطنهم الكفر المحض وإن كانوا يبطنون ذلك لا يظهرون إنما اطلع عليهم آحاد العلماء لكن حقيقة مذهبهم أنه كانوا رافضة. وكذلك القرامطة الذين يعني قلعوا الحجر الأسود من الكعبة 20 سنة كل هؤلاء لم يكونوا خلفاء وإنما كانت دولة مغتصبة لحق المسلمين ما أن تمكنوا من إلغائها على يد صلاح الدين رحمه الله حتى ألغوا هذه الدولة الخبيثة وألغوا الخطبة لخلفائها المدعين. فلم يكونوا خلفاء عند أهل السنة والجماعة وإنما كانوا طاغين عتاة مجرمين والعياذ بالله ممن يعني غلب على بلاد المسلمين كسائر من غلب من الكفار وأهل البدع. وإن كان هناك إقامة لبعض الواجبات الشرعية من بعض أهل البدع كما كان الخوارج قد تسلطوا على بعض البلاد فأقاموا بها بعض يعني الأحكام فمثل هذا يقبل ممن أقام الدين فيه إذا كان يقيم شيئا من الدين أعين عليه وقبل منه وصح ذلك. وما لم يقم به وجب على المسلمين القادرين أن يقيموا ما يقدرون عليه من ذلك من جهاد وحسبة وأمر ودعوة وإقامة الصلوات والأعياد والجمع ورعاية الفقراء والمساكين وجمع الزكاة وتفريقها وغير ذلك من الواجبات التي لم يقم بها من كان من أهل البدع لكنه من أهل الإسلام. وما أقام شيئا من الدين أعين على ذلك وقبل منه وصح كما ذكرنا. وإن كان لا يغني ذلك عن وجوب إقامة الخلافة على منهاج النبوة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها أمر وأخبر أمر حين أمر بقتل من يبايع بعد الخليفة وأخبر بأنها ستكون على منهاج النبوة بعد الملك العض والملك الجبري. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا في هذا الكتاب وأن يوفقنا للعمل بطاعته وأن يغفر لنا ما كان فيه من زلل أو شطط أو سبق لسان أو زلة قلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن ينصر المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.